عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بيكم مرة تانية وأهلا بيكم في أولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة. طبعا النهاردة النادي الأهلي عنده ماتش مهم جدا مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر الساعة 6 بعد الظهر إن شاء الله. مباراة أكيد هتكون قوية، يكفي بس إن هي ماتش إقصائي، فبطبيعة الحال الفرقتين عندهم نفس الدوافع، فأكيد هيكون ماتش قوي. عايزين نتكلم مع حضراتكم عن الفنيات وعن الأداء المتوقع وكمان التشكيل المتوقع للفرقتين، وده اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في حلقتنا النهارده الأستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي. يا صباح الخيرات على حضرتك وأهلا بيك. بونجور. والله لسه كنت هقولها. لا انا اللي اقولها انا بقى المره دي. لا انا اللي اقول بونجور، اتعودت عليها خلاص. انا بقول في البيت بونجور وفي كل حته بونجور. اقول لك على حاجه ساعه مش فاكر كنا امتى، في مره من المرات فكان زميلنا عويس فانا كان معانا اظن عبر سكايب لو انا مش غلطان او كان مكالمه كان في قطر فقالت حته جمله انا هودي بترحب بيه بونجور مسيو عويس. انا قعدت تاملت الجمله دي قلت يا على تاتشات الرقي بتاعتي طبعا. فبونجور على حضرتك. بونجور عليكم جميعا وببقى سعيد وانا معاكم. الفقره الحمد لله انا بشوف رد فعل بتبقى يعني فيها مرح وفيها فكاهه وبالمعلومات اللي احنا بنقولها تنورنا دايما. ربنا ان شاء الله تكون حلقه خفيفه على الناس كلها ان شاء الله. بص بقى مسيو عبد المنعم، احنا هنخش في التقيل على طول. بقى في عندها عداله في التوزيع. هنخش في التقيل على طول. توقعت المباراه ما بين بيراميدز والزمالك تكون كده؟ انا توقعت المباراه تكون يعني تكون يعني فيها نديه وفيها تكافؤ شديد. اولا بيراميدز نادي مليان نجوم بلا شك، والزمالك مليان نجوم، بس الزمالك بقى له فتره فنيا مش على المستوى. طبعا مش هتكلم كتير عن المباراه وفنياتها، هنتكلم على ان المباراه يعني حملت مفاجاه بالزبط. حملت مفاجاه لكل الناس. يعني بيراميدز دايما معودنا في ماتشاته مع الزمالك، لا انا يعني دايما زمالك وبيراميدز، لا الزمالك هو اللي بيكسب دايما بيراميدز. معرفش ليه بصراحة، يعني أسباب فنية أسباب نفسية أسباب أي أسباب، لكن في النهاية كل ماتشات الزمالك مع البيراميدز الحسم دايما فيها لماتش الزمالك، ما عدا ماتش من حوالي كان 3 سنين الزمالك انتصر، لكن البيراميدز انتصر، لكن المرة دي الأمر مختلف تماما. صدمة كبيرة جدا لجمهور الزمالك، صدمة فنية، صدمة قبل ماتش القمه مع الاهلي. انا يعني انا بصراحه مش عارف في ايه، يعني اذا كان الزمالك في مشكله ففي مشاكل كتير جدا في فضيله القمه. يعني خلي بالكم حضراتكم مهما احنا في نقابه الاهلي لكن برضو في مشاكل فنيه في النادي الاهلي، خلينا نقول اللي لينا واللي علينا. لكن في كل الاحوال ده يؤكد ان فاكرين لما جينا الحلقه اللي فاتت وقعدنا نتكلم وامتى نتطور وامتى نبقى مستوانا مختلف وامتى نغير من الناس بتاعه كاس العالم وامتى يبقى عندنا الفنيات مختلفه يبقى مديرين فنيين. ما لقيناش اجابات على فكره، احنا قلنا امتى بقى اتكلمنا، وعلى فكره ما فيش اجابات، ده بل بالعكس المستوى يزداد سوءا سواء على صعيد الصعيد الفني او على الصعيد الجماهيري او على الصعيد الناس اللي هم المدربين اللي بيقعدوا خلف الخطوط. انا مش شايف في تقدم، مش شايف في اي كرامات. الدوري مش انا يعني مش مباريات ومباريات، الدوري فيه ده على الصعيد التحكيمي ولا حضرتك بتتكلم على اي صعيد؟ على كل الاصعده. خليني بقى ايه مستويات الفنيه يعني انا مش عاجبني اصل راي حضرتك بيختلف معاه البعض. مثلا من ضيوفنا اللي جم قبل كده قال لك بالعكس انا حاسس الدوري مثلا هذا الموسم افضل بكتير، لان انت عندك تقريبا كل الانديه عملت صفقات جديده، والصفقات الجديده دي اتى ثمارها على الارض بشكل يعني رائع جدا لبعض الفرق زي مثلا اسوان، زي على فكره سموحه بالمناسبه برضو. ففي فرق سموحة مع اللي حصل سموحه جايبه 6 اهداف في 13 موسم. ما انا بقول لحضرتك الكلام يعني مش لازم السكور على فكره. طب ما هي اسوان لعبت ماتش حلو جدا مثلا مع الزمالك، هل كانت اسوان مع الزمالك عمرها كسبت بهذا الشكل؟ بص في تطور حصل لبعض الفرق مع الصفقات الاخيره لو بتاع الميركاتو اللي كان الصيفي، فخلينا نتفق ان برضو في فرق الى حد ما افضل هذا الموسم، ولا انت كمان تختلف في ده؟ لا انا بختلف في حاجات بسيطه، بمعنى يعني تجربه اسوان اختلفت مع الرمادي، اختلفت تماما مع الرمادي، لان الرمادي ليه ظروفه الفنيه اللي خليته يوصل بالفرقه الى هذا المستوى. اوكي. الرمادي عنده النو هاو زي ما بتقال، يعني حاجات مختلفه عنده، هو محلل اداء ومدرب في نفس التوقيت، عنده ابعاد كتير جدا وبيتدخل في كل حاجه، فده اللي فرق مع اللعيبه وخلاهم يبقوا في وفيوتشر يمكن كمان افضل. هذا فيوتشر اللي ما استغلش فرصه ان اهل القمه مش في المستوى المطلوب
يبقى حاجه مش هتجيله فرصه احسن من كده، لان هو دلوقتي في المركز الثاني وبينافس على وبينافس على القمه، وعنده سكواد عالي جدا، عنده لعيبه كويسين جدا، وعنده مدير فني ممتاز. ارجع واقول انا مش عاجبني الاداء في كتير من المباريات، في كتير من المباريات. يعني انا شايف مثلا البنك الاهلي مش في مستواه، المقاولين عنده طفره ماشي مع شوقي غريب عنده طفره. الاهلي انا النادي الوحيد او الفريق الوحيد اللي محيرني النادي الاهلي بصراحه. مباراه حلوه قوي ومباراه مستوى قوي. ولعيبه يعني على اعلى مستوى ومدير فني مصنف، لكن اللعيبه ما بتقبلش الهدايا بتاعه المنافس التقليدي الزمالك. المبدا ده بيحصل ليه؟ يعني بعيدا عن النادي الاهلي، الفكره دي في حد ذاتها لما تكون عندك كل الكروت الرابحه زي ما بيتقال ما بتربحش ليه؟ المبدا ده بيحصل ليه في راي حضرتك؟ بص، هي بترجع لثقافه لعيبه. انا اللاعب المصري ما بيستهونيش، بحس ان الطفرات اللي في اللاعب المصري او الدماغ اللي فيه مش دماغ احترافيه بتخليه لسه يوصل. برضه متاثر بكاس العالم واللي شافه كاس العالم اعلى مستوى. لا لا والله لا، مش مستوى كاس عالم. انا دي امنيتي للدوري المصري، ان نبتدي من تحت. من تحت فين؟ قطاعات الناشئين. قطاعات الناشئين دي عندنا فيها مشاكل كبيره جدا، ولو اتكلمت من هنا لبعد بكره هنقول بلاوي بتحصل في قطاعات الناشئين. قطاعات الناشئين دي فيها ازمات كتيره جدا، ما فيهاش اهتمام، ما فيش الاختيارات السليمه، في مع الاسف الشديد مديرين فنيين همهم الاول والاخير انك انت، يعني مش عايزين نتكلم محسوبيات. حضرتك محسوبيات ورشاوه وفلوس، واللي معاه فلوس بيلعب واللي ما فيهوش بيتقيد، حاجات كتيره جدا. لو حبينا نتكلم هنتكلم، لكن خلينا نقول ونركز على ان قطاعات الناشئين في مصر مع الاسف الشديد ما فيهاش الاهتمام الكافي، الاهتمام الفني، فيها وساطه، فيها محسوبيه، اللي معاه فلوس بيدفع، اللي معاه مش عارف يدخل، ما فيش اللاعب. ما انت لو بصيت للدوري ده يعني ده بشكل عام من وجهه نظرك. انا بقول الكلام ده وانا مش من وجهه نظري، انا عارفه انه على مسؤوليتك، بس انا بتكلم ده رؤيتك. يعني هي رؤيه انا شايفاها سوداويه شويه. لا 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 مش رؤيه على فكره، ممكن يكون بيحصل، انا ما بقولش ما بيحصلش، بس مش رؤية. بهذا الكم برضه استاذ عبد المنعم. الرؤيه دي بتبقى ناتجه عن تكوين كلام، بقول رايي، لكن لا، انا الكلام ده معلومات. انا دوست في الناشئين واتكلمت في قطاعات الناشئين ورحت وسالت ورحت وشفت، فاكتشفت ان القاعده مع الاسف فيها مشاكل. هقول لحضرتك على حاجه، بما ان الملف ده ملف مهم جدا، لان هو اللي هيتبني عليه طبعاً كل اللي جاي طبعاً. ولو في مشكله حاصله في القطاع ده عموما يبقى احنا عندنا مشكله كبيره في اللي جاي. اكيد. فهستاذن حضرتك تعالى في مره نعمل يعني موافق. لقاء موافق. مستقل للتفصيله دي موافق. لما فيها من تفاصيل كتير. تعالى بقى نرجع مره ثانيه لماتش النهارده والاهلي وسموحه، ورؤيتك الماتش ده هيكون ماشي ازاي؟ رؤيتي الصعوبه فيه في طارق العشري. طارق العشري قدام الاهلي بيعمل يعني هو مدرب كويس، لكن ملوش حظ في النادي بتاعه. النادي على فكره هو طارق العشري من اسكندريه طبعا وساكن جنب سموحه، فمالوش حظ مع سموحه حتى الان، النتائج لم تساعده، وهو في مشاكل بينه وبين الاداره، فرج عامر ضده، بعض المجالس الاداره معاه، فهنا عنده مشاكل مش فنيه، مشاكل نفسيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طارق العشري قدام الاهلي بيعمل ماتشات جامده جدا، اخرهم طلع الجيش في نهايه كاس الموسم اللي قبل الماضي، الاهلي كسب فيه بركلات الترجيح. انا ازمتي او ازمه الاهلي في المباراه دي مع طارق العشري. طارق العشري كسب قبل كده السوبر من الاهلي، وكسب كاس مصر من الاهلي على ما اعتقد، وكسب قبل كده، هو المدير الفني الثاني على ما اعتقد اللي استطاع انه يكسب بطولات بعد حسام البدري في مصر كمدير فني يعني. فلا، المباراه صعبه، المباراه محتاجه ان لعيبه الاهلي تبقى فايقه، محتاجه ان لعيبه الاهلي ترجع مره ثانيه، لعيبه النادي الاهلي اللي كل الجمهور بيثق فيها، كل الجمهور بيشوف ان هم لعيبه عندهم يعني اعلى مستوى. يعني انا ما اعرفش ليه لعيبه الاهلي، انا حاسس انهم بعاد. ليه المشكله فين بالظبط؟ لا، هل بعاد في العموم، ولا حضرتك بتتكلم عن الازمه اللي هي يمكن او المشكله المتكرره معانا الموسم ده جايه معانا، يعني الموسم الجديد، وهي الفينال او الفاينل تاتش اللي كتير اتكلموا عنها؟ بقى تتكلم كلمنا بالعربي. اللمسات الاخيره. ايوه كده، ما اللمسات الاخيره ماشي. طيب، وارد الخارج. ده برنامج عالمي يا استاذ عبد المنعم، ده برنامج عالمي برضه قدامك برضه يعني. وحضرتك شخص عالمي. الله. لا بصي، انا مستغرب ان النادي الاهلي دايما كان لما الزمالك يخسر او نفس التقليد بتاعه يخسر المباريات، كان هو بيخلص
المباراه التاليه وبيكسب المباراه وبيفرق كتير. لكن الزمالك كان بيتعادل او الاهلي، الزمالك بيتعادل والاهلي كان بيخسر نقاط، ودي الازمه اللي انا ما اعرفش فيه ايه اللي حاصل فنيا في النادي الاهلي واللي مخلي اللعيبه مش في مستواها. انا شايف ان لعيبه الاهلي لم تقدم حتى الان 50% من مستواها. ابتعاد مستوى ايه السبب؟ انا عايز احط ده مقارنه إيه بايه؟ بس انا همشي بحضرتك نقطه نقطه، مقارنه بالموسم اللي فات ولا مقارنه ب 2020 مثلا والثلاثيه عشان نبقى فاهمين؟ مقارنه بمستوى اللاعب نفسه من ساعه ما جه النادي الاهلي. اي لاعب في النادي الاهلي موجود حاليا في النادي الاهلي تبص على مستواه في المرات اللي فاتت هتلاقي مختلف تماما. محمد شريف هداف الدوري من سنتين، اين محمد شريف؟ محمد شريف ربما بعد رحيل موسيماني الاداء شويه اختلف، لكن انا مثلا هختلف معاك في قفشه. انا اشعر ان قفشه رجع تاني. لسه ما جيتش لحد قفشه. ما احنا هنمسك لاعب لاعب. انا اتكلمت لا مش لاعب لاعب. انا بقول أفشا. انا بتفق معاك بدا يرجع والطريقه اللي انا شايفه انا سوري بختلف معاك ان لا ان في لعيبه رجعت، يعني في بلعيبه انا بشوف ان هي رجعت بشكل كويس. 13 مباراه. الشناوي نفسه بالدولي. انا شايف ان هو بقى متالق زي الاول. جت على فتره على شناوي ما كانش الافضل يعني اللي احنا نعرفه، لكن شناوي دلوقتي اعتقد هو مستوى هتختلف معايا ووشك كده بيقول لا 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 خالص والله لا 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 عموما اكيد الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه كل الاحوال. انا شايف النادي الاهلي مستوى كوجه عام بشكل كامل لا مش المستوى اللي الجمهور راضي، يعني حتى قياسا على السوشيال ميديا. ما خلينا نقول الحقيقه، طبعا الناس اكيد شايفين المستوى. هي وجهات نظر طبعا. انا شايف ان النادي الاهلي مستوى اللعيبه مش المستوى اللي كانوا عليه قبل كده. هل رؤية حضرتك دي ممكن تخليك تبقى قلقان من ماتش زي ماتش سموحة النهاردة أو لقاء الديربي اللي يوم السبت الجاي إن شاء الله أمام الزمالك في البطولتين سواء دوري أو كاس؟ يعني هل مخاوفك دي خايف إن هي ممكن تنعكس في الماتشات اللي جاية؟ أنا بنقل مخاوف الشارع وفي نفس التوقيت انا بشوف السوشيال ميديا بتتكلم ازاي. طبعا السوشيال ميديا مقياس حقيقي لما يحدث، مش كل الامور فيها. لا انا عارف والله، بس السوشيال ميديا انعكاس كبير جدا ان في جمهور بيحب النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي، فبالتالي شايف ان في لعيبه مش في المستوى، لعيبه محتاجه يداس عليها شويه بلغه الكوره عشان قد ترجع لمستواها تاني. لعيبه الاهلي عندها امكانيات فنيه وبدنيه قادر انها تقود النادي الاهلي الى يعني منصات التدريب وترجع بقوه، لان الاهلي عنده استحقاقات مهمه، عنده ماتش النهارده ماتش اقصائي وماتش بطوله طبعا. انت عندك فرصه انك تستعيد البطوله غايبه عندك من السنه اللي فاتت وعندك بطوله الدوري شغال فيها وعندك كاس عالم للانديه وعندك ماتش مهم ماتش القمه. كل الحاجات دي اختبارات حقيقيه للاعيبه الاهلي انهم يرجعوا يستعيدوا مستواهم، وده جمهور الاهلي بيستناه. خلي بالكم ماتش يوم السبت ده ماتش، يمكن انا يعني انا في تصوري بعمل موضوع في الاهرام الرياضي ان من الماتشات القليله جدا ان نشوف فيها الفرقتين وهم بعيدين تماما عن مستواهم اللي احنا نعرفه، والمباراه دي هتكون فرصه كبيره جدا ان الفرقتين يستعيدوا فيها مستواهم، يستعيدوا فيهم اللعيبه، يستعيدوا فيهم لعيبتهم ومستواهم. ده مش قاصر على الاهلي بس، كمان الزمالك نفس الحكايه. انا فاهمه بس انا هختلف برضو اختلاف انت سريع وبسيط. انا جاي اختلف بقى. لا خليك الاستاذ كريم هو ما بيختلفش. كريم يعني هنعمل ايه كل واحد له سبحان الله. لا انا هختلف بصراحه، لان انا مش هتكلم عن نادي منافس او نادي اخر، بس لو انا حاجه اتكلم عن النادي الاهلي، انا من الناس من الجماهير اللي شايفه ان الاداء هذا الموسم افضل بكتير من الموسم اللي فات. انا شايفه البدايه. ثواني بس طب اكمل عشان تختلف. اسمعني عشان تختلف. انا شايفه ضربه البدايه معانا هذا الموسم محليا وافريقيا كانت اكثر من رائعه مقارنه بالموسمين، مش الموسم بس اللي فات. انا شايفه بدايه المباريات السنه دي 2023 كانت بدايه اكثر من رائعه برضو مقارنه بالموسمين اللي فاتوا. انا شايفه ان النادي الاهلي لو انا هقارنه بالنادي المنافس التقليدي بتاعه، انا شايف ان اداؤه هذا الموسم افضل فنيا بكتير. تمام. احنا قلنا على فكره قلنا الموسم اللي فات هم كانوا متالقين. ما هو الحقيقه لا ثواني هخلص. طيب. هذا الموسم الاهلي وان كان ليس على المستوى اللي احنا متعودين فيه عليه قبل كده، لكن انا شايفه ان في تحسن كبير جدا حصل مقارنه بالموسمين، ولازم ان احنا ندي الحق ده للعيبه بتاعتنا. ده رايي وانا حميل لهذا الراي بصراحه. اختلافك ده وده ليس دفاعا والله. اختلافك بوجه عام، لكن في حاجات بسيطه حضرتك مش واخده بالك منها. طب اتفضل قول لي عليها. الموسم الماضي الاهلي في بداياته في العشر مباريات الاولانيين كان اعلى مستوى، ونتائجه مقارنه بالنتائج اللي دلوقتي الاهلي كان افضل السنه اللي فاتت، بدليل الفوز على الزمالك 5-3، بدليل الانتصارات المدويه اللي كانت شغاله في الاهلي. فقد
يعني جزء كبير جدا من مستواه في نهايه الموسم، بدليل انه بدليل ان الزمالك او النادي المنافس خد البطوله في النهايه لان الاهلي فنش بشكل غير جيد. الاهلي السنه دي ممكن اتفق معاكي بسنه بسيطه فيها، لا هسمعك اسمعك اللي هي ايه، ان الاهلي السنه دي يعني ممكن يمشي بصوره او يسير بصوره تدريجيه الى المستوى المطلوب، وده اللي بيستناه جمهور النادي الاهلي. يعني الاهلي ما بداش بقوه زي السنه اللي فاتت، ولكن جمهور الاهلي متفائل ان عدم البدايه بقوه يعني اكيد هتكون النهايه افضل، ما يكونش زي السنه اللي فاتت. شايف ملامح لكده؟ شايف ملامح للتراك اللي هم ماشيين فيه؟ شايف ملامح لده. الملامح لدي ايه؟ انت عندك اللعيبه بتستفز، اللعيبه الجمهور في ظاهره صحيه جميله جدا، مش جمهور النادي الاهلي دلوقتي اللي بيدافع عن لعيبه النادي الاهلي مجرد الدفاع وخلاص. خلي بالك الجمهور الوعي بتاع الجمهور انه يفوق اللعيبه مش يداري على المشكلات والازمات الفنيه، ودي اهم نقطه تكون في اي جمهور. واعتقد ده واصل مش في مصر نفسها بس كمان، طبعا واصل يعني، وعارفين ان في بدليل اللقطه اللي كتير من الناس وقفت عندها بما فيها احنا شخصيا في 10 الصبح في الاهلي، اللقطه اللي كان بيحتفل من خلالها قفشه بالهدف اللي سجله وقلع التيشيرت وحطه على راسه وطلع يجري بيه على جماهير النادي الاهلي وبيشاور بايديه على راسه، في رساله يعني او تقدر تقول رسائل متبادله ما بينه وبين الجمهور. معنى كده ان اللعيبه مدركين ان في مشكله معينه زعلت الجماهير فبالتالي بيسعوا لمصالحتهم. جمهور الاهلي يعني من 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 ساعه ما وعينا على الكوره دايما دافع اساسي للعبته، دافع اساسي للنتائج الرائعه، دافع اساسي للمدير الفني بيخليه في مستوى مختلف تماما. طب. حتى لو مستوى المدير الفني مش على المستوى المطلوب، لكن انت كمان عندك مشكله مع المدير الفني؟ لا انا بقولت المدير الفني مش 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 كولر يعني. لا انا بتكلم بصفه عامه، دايما ان الاهلي جمهور الاهلي بيسند فرقته سواء لعيبه سواء ايه سواء اداره فنيه، فده اللي بيخلي اللعيبه بتحس بنبض الجمهور. ليه؟ لو اللعيبه حضرتك زي ما بتقولوا دلوقتي حاسين بانه في غضب، حاسين ان في مشكله، منين؟ مين هيقول لهم؟ اللعيبه هتقول لنفسها ولا الجمهور؟ انعكاس جمهور، انعكاس جمهور، وده اللي يفرق مع اي نادي، وده اللي هيفرق مع النادي الاهلي، ده اللي هيفوق لعيبه الاهلي ويخليهم. هو عموما المنطق ده الى حد كبير نقدر نقول ان هو متحقق في علاقه لعيبه النادي الاهلي بالجماهير. بالظبط. يعني ارجع اقول لحضرتك بدليل اللقطه اللي شفناها من شويه القفشه، يعني بالظبط الرسائل بتوصل من الطرفين. بصوا اللعيبه حاسه انها مش في مستواها، وكل واحد بيحاول يرجع بنفسه، فالرجوع لكل واحد بنفسه الى مستواه ده هيخلي الجماعيه ترجع مره ثانيه، وهيخلي واحد كل واحد يقوم بدوره. انا شايف بنظرتي المحايده للنادي الاهلي ان كل واحد دلوقتي بيشيل مسؤوليه نفسه. انا كلاعب عندي مشكله فنيه مش قادر اوصل لمستواي، فمش قادر اكلم غيري، مش قادر اكلم اللي جنبي، انت لا مش ما اقدرش اقول للعيب انت مستواك مش حلو، او امارس دوري ككابتن، او امارس دوري كخبره، او امارس دوري اكبر منك. الامور مش واصله. انا بتكلم دلوقتي فنيا، وده على فكره عادي جدا. ليفربول شوف المركز الكام. انا ما عنديش مشكله ان احنا ننتقد ابدا، بس انا ما انتقدش. او حضرتك تقول رايك طبعا. بس انا مختلفه شويه، لان انا المشكلة. طبعا تمام. انا بقول انا مش شايفه هذه النظره السوداء. انا شايفه سوداء. في تحسن أنا مش سوداء. كبير أنا مش على المستوى سوداء. الفني انا شايفه بالعكس في لعيبه كتيره افضل هذا الموسم. انا موافق على ده، وفي تركيز اكتر، وعلى فكره عدم الضغط اللي موجود كان الموسم اللي فات مدي شويه اريحيه للعيبه، والكيمستري ما بين اللعيبه كويسه. انا ده اللي انا شايفاه بصراحه. بتقول ايه؟ في تحسن، يعني كبير معناها ايه؟ وملحوظ. طيب يعني معناها ان التحسن ده بياتي بعد ايه؟ بعد اكيد مستوى مش مناسب. وقلنا ده الموسم فتمام اللي فات. حضرتك كده بتوافقيني، بس حتى لو كانت موافقه مش كليه بس موافقه جزئيه. انا قلت على الموسم اللي فات. لا انا قلت على الموسم اللي فات. لا الموسم اللي فات انا بختلف معاكي فيه. البدايه مع الاهلي كانت نقطه دي عشان هي خدت الوقت الاطول. ماشي وماله. احنا عايزين كمان نوصل معاك لماتش الاهلي والزمالك. وماله، ما انا عايز اروح لفكره بس هنا يعني النقطه اللي هي فكره الانتقاد اللي بيوجه لبعض اللعيبه وفي اسس معينه، ومنها وانا اتفق في النقطه دي. تاني هرجع اقول اللمسات الاخيره ربما ازمه عندنا في كان الموسم اللي فات واللي قبله ولسه لحد دلوقتي موجوده، ودي اللي هتفق مع حضرتك فيها، لان هي لسه كولر يمكن ما لقالهاش حل. احنا شفنا الفينش. فرص ضائعه كتيره، يعني بالزبط. الفرص الضائعه بتاعتنا لسه ما زال النادي الاهلي بيضيع فرص كتير. دي النقطه اللي احنا انا نفسي اعرف حلها ايه، لو عندك اجابه. لا الحل دي حل فني،
حل نفسي وفني. المدير الفني بياتي باللاعبين المشكله فين، هي لو المشكله نفسيه هيتكلم معاهم، لو مشكله عدم ثقه، ما هو في لعيبه فقد الثقه. يعني محمد شريف انا فقد الثقه من ساعه ما كان في المنتخب الاول، فقد الثقه ايام كيروش، ما شفناش محمد شريف اللي هو محمد شريف. قفشه نفس الحكايه، قفشه هو بيرجع زي ما حضرتك بتقول عشان ما تزعليش، لكن في ناس كتير جدا. حمدي فتحي هو فين؟ انا مش شايف مستواه. يعني عمرو السوليه بدا يرجع لمستواه مره ثانيه. في لعيبه بترجع بمستواها وفي لعيبه لسه محتاجه اللعيبه الثانيه اللي رجعت مستواها تاخد بايدها عشان توصل. عادة ايه اللي بيبعد اللاعب اللي العادي بتاعه والمعتاد منه حد ادنى مرتفع من جوده الاداء؟ ايه اللي بيخليه اي لاعب عموما يبعد بشكل كبير عن العادي بتاعه للدرجات؟ حاجات كتيره، عدم التدريب الجيد، وده ما اظنش انه موجود في النادي الاهلي طبعا، اكيد في التزام والتزام بالمواعيد والتزام بالتدريبات، ادي حاجه. امور نفسيه، ما اظنش ان في لاعب في النادي الاهلي برضو عنده امور نفسيه، ممكن تكون حاجه خارجه عن محيط كره القدم، امور اسريه، امور يعني بعيده عن النادي اكيد يعني ما اعرفش. لكن في النهايه انت قدام حاله غريبه، يعني انا لو الحاله دي ليها توصيف اكيد كان انا ممكن اوصف لك حاله منهم. اقول لك احنا لعبنا فتره طويله وما كانش عندنا غير سكواد ثابت، ما كانش عندنا بديل، وفكره ان انا كلاعب ما عنديش بديل، وقلنا النقطه دي قبل كده، ده بيدي لحد ما مش يعني مش هقول اريحيه، ولكن عدم في الطمانينه ان انا حتى لو ادائي ليس الافضل انا ممكن ما اتبدلش، انا مش ممكن حد يجي ياخد مكاني. احنا قعدنا فتره ما عندناش البديل المناسب لمراكز كتير. ارد على دي قبل ما انسى؟ اتفضل. اظن هذا الكلام لا يسر على النادي الاهلي. ليه؟ لانه في النهايه انت بتلعبي وسط ضغط جماهيري، وسط ناس مستنيه مستواك، يعني ما فيش واحد هيظهر مستوى وعارف نفسه انه هيلعب وهيأدي بصوره مختلفه وجمهور وراه مش هيسيبه. ما انا قلت لك في البدايه ما هو مش هيسيبه حاجه، وان انا برضه كمدير فني يستغنى عني حاجه تانية، وده شفناه في سكواد الدائم بتاع موسيماني. يعني معلش كان في سكواد عندك دائم، وعلى فكره الكلام اللي انا بقوله ده مش رايي الشخصي، انا بقول لحضرتك بنقل وجهه نظر. طيب وكثير من النقاد تحدثوا في هذه النقطه، وعلى فكره في ضيوف عندنا اقترحنا عليهم هذه النقطه واتفقوا وقالوا فعلا دي كانت مشكله، ان انت كلاعب لو مطمن مش هيبقى عندك بديل في اي وقت، لو مستواك مش كويس هترحل، ده بيدي ممكن عدم احترافيه في اللعب او عدم تمكن في اللعب. بغض النظر عن الجماهير اللي هي لازعة في انتقادها وان هي بتبقى دايما ضاغطه، ده موضوع مفروغ منه. انا مع الاحترام الكامل لكل الاراء اللي اتقالت، لكن انا بتكلم على اني لا، دي الامور مش في النادي الاهلي. النادي الاهلي الجماهيريه، والنادي الاهلي اللي متشاف بصوره كبيره، والنادي الاهلي اللي كل الناس بتنتظر مبارياته، وكل لعيب يتم تقييمه بشكل او باخر في كل هو مباراة. ده عالميا على فكره، مش علاقه بالنادي الاهلي. ماشي. هو ده ماشي. مبدا عالمي. انا طول ما انا عارف ان انا ماليش بديل، سواء طيب. بقى لعبت حلو او وحش، انا مش هيبقى فارق معايا لو انا ما عنديش هدف في اللاعب نفسه. ما هو ده اللي انا بقوله. لا ما هو خلي بال حضرتك، مش دعوه بالنادي الاهلي او غيره. ماشي يعني. ما الطعن يبقى ده في قصور في فكر اللاعب نفسه. انا لما اعرف ان ورايا، طب ما هو انا مستواي هيقل، وفي نفس التوقيت اكيد يعني الجمهور هيشتمني، اكيد الجمهور مش هيكون راضي عني، اكيد هخسر مكاني في المنتخب، اكيد هخسر حاجات كتيره جدا، مش عامل سكور عالي، مش هجيب اهداف. الحاجات دي كلها المفروض اي لاعب يفكر قبل 100 مره، حتى لو كان معاه بديل او ما عندوش بديل. لا لازم، لا لازم اللاعب نفسه يفكر نرجع في نفسه. تاني الماتش النهارده، نرجع لماتش النهارده. كان نفسي نعرف من حضرتك رؤيتك للمباراه النهارده هتمشي ازاي على صعيد الفنيات، في ضوء الكلام اللي بيتقال حتى هذه اللحظه، في ضوء كل اللي حضرتك تفضلت بيه، شايف بالتالي ماتش الاهلي مع سموحه النهارده هيكون عامل ازاي، وشايف بالتالي ماتش الاهلي مع الزمالك يوم السبت الجاي ان شاء الله على اختلاف البطولتين بطبيعه الحال هيكون عامل ازاي؟ ماتشات الكاس صعبه، وصعوبتها بتاتي ان زي حضرتك ماتش اقصائي، ما فيش فيه يعني فرصه للتعديل. فطبعا النادي الاهلي مطالب قدام سموحه بانه يحسم المباراه مبكرا، دي حاجه. الحاجه الثانيه، كولر عنده مفروض خطط بديله، الخطط اللي بيعملها او الخطط طارق العاشر اللي هي دايما بتعتمد على الدفاع البحت ثم الهجمات المرتده، وده بيجيدها طارق العاشر، وعنده لعيبه على فكره يقدروا ينفذوا ده. وفي حاجه مهمه جدا بالنسبه لهم هم يعني سموحه بيحاول، طارق العاشر بيحاول، عايز يعني مره واحده كده يخرج من المشكله اللي هو فيها والازمه الفنيه اللي هو فيها، فبيفكر تفكير كبير جدا بانتصار على حساب النادي الاهلي. لكن لا، انا شايف النادي الاهلي، خلي بال حضرتك،
خروج المنافس التقليدي امبارح على الانبي عادي بيراميدز هيخلي الامور مختلفه تمام بالنسبه للنادي الاهلي. واكيد اكيد انا شايف في رؤيتي ان هو النادي الاهلي هيكسب. يعني اللي حصل ده كان في صالح الاهلي ماتش امبارح معنويا حتى معنويا للنادي الاهلي. خلي بالك حضرتك تم انتقاده اكثر من مره في الدوري. منافسك التقليدي بيخسر نقطتين بيديلك المجال تكسب وتفرق. انت عندك ما بتعملش ده في حاله الاهلي وسموحه بطبيعه الحال نظرا ان هو ماتش اقصائي وفي كاس فطبيعي الفرقتين عندهم نفس الحافز. بس قد يكون كمان عشان اللي حضرتك اتكلمت فيه من شويه مساله اللي حاصل ما بين كابتن طارق العشري والاداره في النادي ممكن ده يخلي عنده حافز اضافي انه لازم يسيب بصمه يخرج من خلالها من المشكله اللي بقصد ان هو فيه ده بالظبط. لكن في النهايه لو بصيت للمقارنه الفنيه لا كفه الاهلي ارجح بكتير طبعا. كفه طارق العشري بتتمحور حول نقطه واحده هي الدفاع البحت ثم البحث عن هجمات مرتده هم بيجيدوها بشكل كبير جدا. الاهلي طبعا اكيد عارف هيعمل ايه. كولر عارف هيعمل ايه. عنده اللعيبه القادره انها توقف كل طموحات سموحه لان سموحه زي ما قلت لحضرتك محتاج يخرج من المشكله اللي هو فيها. والاهلي كمان قدامه مباراه مهمه جدا. المباراه دي توطئه لمباراه اليوم السبت طبعا. ومهمه جدا قدام كولر. كولر قدامه فرصة كبيرة جدا انه يكسب اكيد بالنهارده يكسب بطولة تانية او في طريقه لمكسب بطولة تانية وده يوطد اركانه مع جمهور النادي الاهلي بعد السوبر. وفي نفس التوقيت انت هتخش بشكل مختلف على ماتش الزمالك. وماتش الزمالك دي معنويات مرتفعة على الاقل مرتفعة تماما. منافس عنده مشاكل فنية بالنسبة لك وعنده مشاكل نفسية اكتر بالنسبة لك. الماتش الاخير اللي كان في السوبر في الامارات اكيد بيدي دافعيه للنادي الاهلي. اكيد بيدي دافعيه لعيبه النادي الاهلي انها تنتصر. وخلي بالك ومن نقطه مهمه فوز الاهلي على الزمالك يوم السبت اللي جاي معناها باعتراف زملكاويه كتار جدا بيقولوا ان الفريق الدوري منه هيعمل حوالي هبقى فرق قد ايه 7 نقاط هيبعد اكتر بس طبعا. اهم حاجه عشان برضو ما نرجعش نختلف تاني ان الاهلي يحافظ على مستواه بقية المباريات. لأنه خلي بال حضراتكم يا جماعة في حاجة مهمة جدا. الدوري صعب السنة دي ليه؟ زي ما قلت في البداية أنا بتفق معاكي إن كل الأندية عندها قائمة من اللاعبين اللي كلهم أسماء كبيرة ومع هذا ومع هذا ده ما منعش حضرتك إن أنت تقول من شوية إن أنت شايف إن معظم الأندية مش في مستواها العادي. طب منين صفقات مع جديدة؟ للأسف الشديد صفقات لمجرد صفقات حتى الآن صفقات ما ظهرتش بالشكل المناسب. أنا شايف صفقات ما ظهرتش بالشكل المناسب والانتقالات اللي حصلت في الصيف ما أتتش بمردودها الكافي على الأندية. في أندية يعني أندية في أندية تحت خالص وأندية بدأت زي المحلة كانت في القمة رجعت تتراجع مستواها مرة ثانية. سموحة مستواها يعني مش المطلوب. الاسماعيلي بينافس على بوط. الصفقات اللي شفناها 30 صفقه والكلام على المنافسه على الدوري حاجات كتيره جدا. هو بس ده بيحصل كل مره على فكره. يعني فكره ان هو الترتيب او التصنيف ما هو ده بيحصل كل مره. تلاقي كده بعض الانديه بتصعد بعد كده بترجع تاني والمثلث اللي هم بيراميدز والزمالك والاهلي دايما بيبقوا هم في الصداره. الموسم ده عندك فيوتشر بقى الوضع معاه مختلف شويه. بتلاقي بعض الفرق اللي بتلاعب الانديه الكبرى مستواها بيبقى افضل بكتير عن المواسم اللي فاتت. فده بيدل على تطوير او في اختلاف شويه بشكل ايجابي هذا الموسم. انا شايف ما نقدرش نقول برضو إن كلامك مظبوط بس من الناحيه الشكليه انا نفسي اشوف كلام فنيات هنا او تصنيفات. من الناحيه الشكليه التدعيمات جيده جدا ورائعه جدا وكل نادي استطاع ان يضم لعيبه كتيره جدا. لكن المستوى في بعض المباريات لو شفت حضرتك في اسبوع من الاسابيع من الاسبوع العاشر كان في 10 اهداف فقط 9 مباريات في 10 اهداف. فين المستوى ده؟ فين التنافسيه الشديده؟ في اسبوع تاني تلاقي التنافسيه عاليه، في اسبوع تاني تلاقي يعني تذبذب. حضرتك بتقول عدم المستوى. الاستقرار هو ده اللي بتعترض عليه او شايفه ده اللي هو مش مظبوط. ان انت المفروض يكون عندك قائمه كامله من اللاعبين الجيدين. المفروض انا يبقى استثمر ده يبقى مستواي ثابت طوال الموسم او ممكن يبقى في ضرب عندي في مباراه في مش مباراتين مش ضربات شغاله والاستثناء هو ان انا اكون كويس. عايزين كمان نعرف راي حضرتك بعد ما تم الاعلان عن مشاركه كهربا ان شاء الله الفتره اللي جايه. يعني شايف برضو الاضافه اللي ممكن تتحقق بوجود كهربا في ارض الملعب ايا كان الخصم مين وايا كانت مباراه ايه اللي بنتكلم عليها. بكلمك على الفكره نفسها بغض النظر بقى عن الخطابات والكلام اللي بيتقال حقيقه مشاركته مش حقيقه مشاركته. طبعا الجواب اللي جه من اتحاد الكوره امبارح بيجوب بكل حاجه ويعفي الاهلي من اي مسؤوليه تماما تماما. الاهلي ما عندوش اي مشكله خالص. المشكله كلها في اتحاد الكوره دلوقتي اللي طلع الجواب بها ايه بان كهربا يحق له المشاركه. كهربا جعان كوره بقى له 461 يوم على ما اعتقد طبعا.
يعني داخل في سنتين ما لعبش كرة قدم، دلوقتي عايز يثبت للناس ان هو اكيد، يثبت لنفسه، يثبت للجمهور، يثبت لكل اللي بيتفرج على كرة القدم او كرة القدم المصرية انه لعيب فعلا لا غنى عنه في النادي الاهلي. هو فعلا لعيب لا غنى عنه في النادي الاهلي، اهم حاجة بس يركز في المباراة. واكيد جدا اكيد طبعا في حصلت اجتماعات، وسيد عبد الحافظ قعد معاه اكتر من مره، ركز في مباريات، ركز في مباريات، اكيد جات لك الفرصه، ركز في مباراه وتمسك بيها، ركز في الملعب. واكيد لما يكون لك دور فاعل في المباريات اللي هتشارك فيها ويكون لك مساهمات كبيره جدا، ده هياكد ان عدم لعبك مع النادي الاهلي وايقافك الفتره الطويله دي كانت خساره بالظبط للكره المصريه، خساره للنادي الاهلي، خساره ان الجمهور يستمتع بهذا النجم الكبير طبعا. اللي هو بيقدر يصنع الفارق. خلي بال حضرتك لو كهربا موجود في مباريات كتيره جدا للنادي الاهلي فاتت كان حسب مباريات كتيره، لان هو لعيب سريع ولعيب مهاري ويقدر طبعا يصنع الفارق في اماكن مش متوقعه. صحيح. اسمه كهربا. صحيح. ليه كهربا؟ طبعا. عشان هو بيكهرب الدنيا. لعيب كويس جدا، لعيب انا شايفه من اللعيبه اللي هتصنع الفارق مع النادي الاهلي، بشرط واحد بس، انه يركز في الملعب، لانه عدم تركيز في الملعب هيخلي الضغوط تزيد عليه. هو اتعلم بقى الحته دي يعني لو هنتكلم المفروض فيها. المفروض. يعني اعتقد بقول لحضرتك 451 يعني يوم بعيد عن الملعب. طبعا كان نفسي اتكلم معاك استاذ عبد المنعم في ملف التحكيم جدا، لان انا كنت عارفه انك هتقول كلام بمنتهى الصدق يعني. مفيش وقت طبعا، بس هو بيقولوا لنا للاسف كمان الوقت خلص، بس احنا لازم يكون لينا لقاء او حتى مداخله نتكلم معاك بصراحتك بقى المعهوده. لا انا عندي اراء، انا كنت هقول مفاجآت بس خليها بقى في وقت تاني. ملحوقه برضه ان شاء الله، تنورنا قريب باذن الله ونفتح معاك الملف. نعمل ده الاسبوع القادم. نشكرك على وجودك معانا النهارده، جزيل الشكر، ونشوفك على خير باذن الله. شكرا يا استاذ عبد المنعم. وعلى فكره انا بحب الاختلاف جدا، يعني انا بحب الناس تختلف عشان ناخد وندي، هنقعد نتفق في كل حاجه، ده هيبقى حتى ملل، صح ولا ايه؟ ما هو بص، ما فيش حاجه ثابته ابدا في حياتنا ابدا، مفيش حاجه ثابته. الاختلاف ده شيء وارد وطبيعي، الاختلاف حياه، علشان خاطر لو في مشكله نصلحها، لو في حاجه كويسه نبني عليها. ده كلام نورت الدنيا كلها. شكرا جزيلا. نروح فاصل مع حضراتكم ونرجع للفقره الثانيه، هتكون معانا ندى وليد لاعبه الفريق الاول للكره الطايره بالنادي الاهلي، وحديث مطول عن هذه الرياضه تحديدا والكواليس كمان لناس كتيره جدا من حضراتكم اكيد ما عندوش معلومه عنها. فاصل نرجع نكمل.